المسيح حقا قام، كلمة يرددها مسيحي العراق خلال الاحتفال بعيد الفصح المجيد أو عيد القيامة، إذ وخلال هذه الأيام من كل عام يحتفل المسيحيون في العراق والعالم بعيد القيامة المجيد والفصح الذي يأتي بعد صوم لمدة 50 يوما، يتذكرون فيه آلام المسيح وعذابه من أجل خلاص البشرية. في هذا اليوم تجسدت قدرة الله على غفران خطايا البشرية، وفي هذا اليوم تجسدت الحياة الجديدة للمؤمنين، وبالأخص مع حلول أعياد أكيتو ورأس السنة البابلية الآشورية وأعياد الربيع. إلا أن هذا العام اختلفت فيه طقوس الاحتفال، فقد خلت الكنائس من المحتفلين، والسبب حظر التجوال في المدن العراقية وانتشار وباء كورونا، وهذا لم يمنعهم من إقامة الصلوات والتراتيل من البيوت ورفع أيديهم بالدعاء إلى الباري عز وجل بأن يزيح الغمة عن العراق الحبيب ويحفظه من كل شر. لعل تزامن عيد القيامة مع كارثة كورونا جاء لينير بصائرنا، فننهض من كبوتنا بقوة وإصرار لتحمل مسؤولياتنا كاملة، حتى لا نتراجع أمام إنسانيتنا وعالمنا. ولإخوتنا المسيحيين نقول كل عام وأنتم بخير، وعيد قيامة مجيد.